وهلا حديث البلد مع زافين كومجيان. هلا كان بدي اجي لعندي تعالوا لي مكرو. ما هو لانه سنه عامل لنا هالحاجز هيدا، كان في ينزل من فوق. هي احسن شيء من فوق. اهلا وسهلا زافين، اشتقنا لها. انا كمان. زافين كومجيان، انت اعلامي لبناني معروف من اكثر من 20 سنه، صنعت خلالها شهرة كان عمره سنة واحدة وقتها. ايه اكيد، شو يعني صنعت خلالها شهرة واسعة، كان هو سنة ونعيم سنتين. صحيح، نعيم اكبر بسنة بلا فضايع. شهرة واسعة، وارتبط اسمك بالبرامج الاجتماعية اللي تميزت فيها ابتداء من 5 على 7 مرورا بسيرة وانفتحت اللي استمرت 13 سنة وصولا لبرنامج على الأكيد، ومن بعده بلا طول سيرة المستمر من 7 أشهر على شاشة المستقبل. وانت معنا الليلة لتشوف نعيم، لأنه اتصلت فينا وقلت لنا أنه نعيم كتير مشتاق له، ما عم تقدر تحضر فيه بغير محل. هلا زبطت. هلا زبطت. بس نعيم زبط شعره اليوم قبل ما تجي انت. بعتقد زبطني سوا. انا اول ما شفته عم بتطلع مين عم بلمع اكثر. انا هو عم بقلد لي تسريحتي، شايف تسريحتي. ما حلوه هالحركات زفان. شو بدي اعمل؟ ما انت كل عمرك عندك ستيلك الخاص. شو بدي اعمل؟ بس قدامه ضعفت. ضعفت ما قدرت. انت معنا الليله من بعد ما صدر كتابك الثالث اسعد الله مساءكم 100 لحظه صنعت التلفزيون في لبنان، واللي رح توقعوا الخميس المقبل 11 حزيران بمكتبة أنطوان بأسواق بيروت. زافين، عم تصدر هالكتاب بعد 56 سنة على تأسيس تلفزيون لبنان، وبعد 20 سنة من مشوارك الخاص على الشاشة بين ألاف اللحظات التلفزيونية، شو المعايير اللي اعتمدتها حتى تختار هالمية لحظة؟ هيدا أصعب سؤال بلشت فيه. كان كتير صعب أول شيء أعمل لائحة المعايير، لأنه لما بدك تحطي تستعرضي مسار صناعة التلفزيون بلبنان، آخر شيء بدك تعملي معايير، لأنه في آلاف البرامج وآلاف النجوم وآلاف الـ يعني الرواد وآلاف الصناع. شو المعيار كان؟ شو المعيار كان؟ حطيت لائحة معايير اللي اعتمدت المعايير العالمية لكيف تقييم صناعة التلفزيون، وقررت بدل ما تكون تاريخ التلفزيون يكون لحظات التلفزيون، أهم لحظات، واللحظات على التلفزيون مش هن أفضل شيء بيصير على التلفزيون، اللحظة التلفزيونية إذا بدي أقولها هيك بطريقة كتير مسهلة وشعبية، هي لما بتوقفي نفس وبتعلي الصوت، يعني بهاي اللحظة اللي بيصير شيء على التلفزيون بتعلي الصوت وبتحسي حالك وقف نفسك. بقى فتشت عن هول اللحظات، وهيدا الشيء بيعتمد على وكان المعيار عندي لائحه، عندي 20 سؤال بسالون لكل شيء بدي قيمه. مثلا حديث البلد، بحط حديث البلد وبلش اسال الاسئله وكل سؤال له علامه من 1 ل10. اخر شيء اللي بجيب علامات اكثر هو بيكون صار لحظه تلفزيونيه. والمعايير كثيره، في نسبه الشعبيه، في الرياده، في قد شاهدوها العالم، في قد غيرت بصناعه التلفزيون، في قد العالم تاثروا فيها، في قد صارت ترند غير ناس صاروا يقلدوها، في قد فيها تجديد، في قد اهم معيار وكان الاصعب قد بتعبر عن اللحظه الاجتماعيه او السياسيه. يعني جايب سيرتي فيه ولا لا؟ هيدا لا، بس نحن انا على فكره انا ما انا مقابل. انت اكثر من 56 سنه. لا انا ما بلش ومارق على الدنيا كلها. ما انت كنت بغير بالدين. لا لقلك، لانه انا نعيم عامل معه اجتماع تحضيرا لهيدا الكتاب. بطل في محلات صار. لا بالعكس، انت محلك محفوظ بتاريخ التلفزيون نعيم، ما تغلط بحالك. بس هو لانه هو تاريخه بالاذاعه عم بلش من اكثر من 56 سنة. هو عنده هو لحظه. نعيم نعيم والاسهل شيء لحظه تلفزيونيه بامتياز. صح. ما فينا نتخطاها ابدا. تسلم الله. بس انا الكتاب وقفته بال90 مع انه محضر عامل اجتماع معه واخذ منه كل الخلفيه. قعدنا ساعتين ثلاثه على الفاضي. إيه وكان لا بالعكس، وكان هذا بدايه شغلي على اسال شيء، لانه بدي التقى ببقيه الفريق. بس لما كنت عم بشتغل، لما بدنا نقارنك مثلا اسال شيء مع ابو سليم، كان عم يخسر اسال شيء وابو سليم كان عم يربح، دائما الابيض والاسود بيربح. بقلت ما بدي اظلم جيلي، يعني بالنتيجه انا بدي احتفل بالتلفزيون، ما بدي جيل يطلع احسن من جيل. بقى كان القرار نعيم انه نعمل التلفزيون الكلاسيكي بكتاب، والسنة الجاية رح يصدر الجزء الثاني اللي هو التلفزيون. ضحك علينا، ضحك علينا. لا ما بعد ما بعد ال90، يعني بيكون تلفزيون من ال90 لليوم وجاهز تقريبا، بس بده شو وين بتحط حديث البلد؟ بأي لحظة؟
حديث البلد كمان يعني ما فينا نحكي على حد. يلا شو ما حكيت رح باين عم فنس. لا أنا لا لا انت موضوعي عم تكتب كتب وهذه كتب توثيقيه يعني, يعني مش عم نحكي بحكم الصداقه يعني. يعني في حديث البلد وفي انت يعني في هول اثنين بدنا نشتغل عليهم لنشوف وين حديث البلد بالتايم لاين. بس اكيد حديث البلد جدد بالتوك شو ال ال يعني التوك شو كارنت افيرز بلبنان يعني مش السياسي ولا الاجتماعي ولا الفني. عمل خلطه كثير حلوه اللي هي كانت موجوده قبل من او اوائل الخلطات من هالنوع كانت على تلفزيون لبنان سهره غير شكل. بقى اذا بدنا نعتبر بالتجديد حديث البلد هو النسخه الميلانيوم تبع هالنوع من البرامج. واهم اسباب نجاح البرنامج هو وجودك لانه العالم حبوك. ميرسي ميرسي يا زبران ميرسي كثير. بس بتعرفي شو صعب؟ بتعرفي شو صعب هالنوع لما بدك يعني تعملي هالنوع من الابحاث؟ يعني انا لما انت عم تشتغل يعني قلت انا انه قديش اخذ معك وقت؟ قد ايه اخذ معك وقت؟ خمس سنين. خمس سنين لانه كثير صعب يعني دكتور تخيل بدك تنقي من هالريبرتوار الكبير. انا صراحه بلشت على بي اتش دي، انا كنت عم بشتغل على بي اتش دي على التلفزيون اطروحه يعني ايه اطروحه. بقى ما في مصادر ابدا للتلفزيون، بقيت خليني اعمل مصدر وعلى اساسه بعمل البي اتش دي، يعني بيكون عندي يمكن بعدين يعمل برنامج تلفزيوني ايه حسب فيك يعني فيك. اهم شيء بهذا الكتاب هو انه نحن بنشتغل بصنعة هي ذاكره الوطن، بنتيجه التلفزيون بالنسبه لإلي مش بس شيء بنتسلى فيه، هو اللي صنع لبنان. لانه قبل التلفزيون كانت كل منطقه لها قصتها حكايتها قبل النوم، ببيروت يخبروا ابو زيد الهلالي مثلا، بكسروان يخبروا عن مارلياس، بالجنوب عن انه كل منطقه كان لها بطل. اجى التلفزيون ووحد قصه قبل النوم وصار في قيم لبنانيه جديده جامعه اللي صنعها ابو ملحم، صار في نكته وحده صنعها ابو سليم، صار في صوره لماذا يعني المثقف، بالسبعينات صار في صوره شو يعني حب مع له حياتي، وبعد ذلك تحولت صورة لبنان إلى حلم اللبناني بالنسبة للعالم العربي. بس صاروا يحضروا المسلسلات اللبنانية، يعني كيف اليوم العالم العربي بيحضر لنقول مسلسل تركي وبيصير يقول بدي أروح على اسطنبول لشوف هالشارع اللي بين ورا الممثلة، بالسبعينات كانوا يجي على بيروت مثلا ليشوفوا صخرة الروشة اللي بينت ورا هند أبي اللمع بقالوا حياتي. بقى التلفزيون هو اللي صنع صورة لبنان وهوية لبنان وثقافة لبنان الشعبية وصنع الحلم اللبناني. نحن الليلة عنا الحظ انه يكون عنا أول طبعة أول نسخة من كتابك اللي عم نشوف على الكفر قدام. عطيه السانتر للأستاذ عبد المجيد مجذوب ومنلاقي أستاذ وحيد جلال بدون يعني ألقاب مع حفظ الألقاب نهى الخطيب السعادة هند أبي لمع ورمي بندلي حطت لانه عن جد كانت جزء كل حدا منهم بيعبروا عن مرحله زمنيه ومن ورا في ابو سليم وعليا نمره وشوشو وسونيا بيروتي وسونيا بيروتي الاعلاميه كمان. يعني كلهم عن جد وجوه بنفتخر فيها. كان كثير صعب ننقي مين على الغلاف وكان عبالي يكون الغلاف شوي انيميتد يعني بالنتيجه هو الشخصيات بالكتاب بتضيعي اذا هن شخصيات من لحم ودم او شخصيات خرافيه اسطوريه على التلفزيون. كثير لعبت هيدي اللعبه لانه هن ذاكره هن جزء من يعني هم بنشوفهم بين الصوره وبين الانيميشن مزبوط. يعني اللي رسمون بين ايدينا كتابك الليله اسعد الله مساءكم 100 لحظه صنعت التلفزيون في لبنان كتاب جديد للاعلامي زادان كيمشيان صادر بطبعته الاولى عن دار أفشات انطوان وموجود اليوم بكافه المكتبات. يعني بعتقد زبان يوم هالكتاب هو مرجع لازم يكون عند غير انه كل انسان يعني بيهتم بالذاكره اللبنانيه، كل انسان حابب يخوض مجال الاعلام لازم يكون عنده هالكتاب بمكتبته. انت عم بتحط الكتاب كيف نقيته؟ بدك تطبع مين كنت عم بتقول يا ريت فيني احط هالثلاث اسامي بعد؟ كتار سميره باروده ألسي فرنيني جابل تيف عادل مالك أديب حداد أبو ملحم أبو ملحم أكيد وين أبو ملحم؟ إيفيت سرسو على بالك أوف شو هالنسوة كميلة منسة إلي صليبة كتار كتار يعني صدقني الدنيا هيك
زفان عم بتواصل حاليا تقديم برنامجك الاجتماعي المنوع بلا طول سيرة على شاشة المستقبل، وبتشرين الأول الماضي أثرت جدل كبير من خلال تقرير عما سمي بمدفن السيدة فيروز بمنطقة شوية. من بعد ما زعلت فيروز منك، شو اللحظة التلفزيونية اللي اخترت لها إياها بكتابك؟ أوه. ست فيروز لحظة تلفزيونية كتير مهمة ب 62. هي بلشت تغني من المنتصف الخمسينات وكانت كتير مشهورة على الإذاعة، والأخوين الرحباني جددوا الأغنية اللبنانية معها. اشتركت بعدة مهرجانات ببعلبك 57-58، بس كانت المشكلة انه العالم ما بتعرف صورتها بتعرف صوتها. ايه بتعرف صوتها، وما كان في كتير تغطية اعلامية بالمجلات عنا، لانه المجلات ما بيهتموا عادة بهالنوع من الفنانين وقتها، يعني ما كانت الفنانة الشعبية اللي عندها اخبارها. صح. بقى بال 62 لما انطلقت الشاشه الثانيه بلبنان، يعني التلفزيون الثاني، تلفزيون لبنان والمشرق من الحزميه، بقى كان بدهم يعملوا شيء، يعني القناه 11 كان بدهم يعملوا شيء، بدهم يعملوا شيء يبهروا الشعب اللبناني لكل الشعب اللبناني يحضر. بقى جاي قرروا يجيبوا فيروز ومضوا مع اغلى عقد يعني بهيداك الزمن لتطلع وتقدم عمل غنائي على التلفزيون بليله الافتتاح، والاخوين الرحباني كتبوا وقتها الاسواره، حكاية الأسوارة أو شيء يعني بعتقد الأسوارة. وطلعت فيروز، واللحظة اللي صنعتها غير أنه الشعب اللبناني لأول مرة تعرف على وجه فيروز، وأنا بقول بالكتاب وصار للصوت صورة، اللحظة هي أنه لأول مرة وقتها ولأول مرة لليوم جابت نسبة مشاهدة 100% بحسب شركات الإحصاء يومها. كان الزمن وكان في دكاني بالفي وبنية نشكرك من جديد على هالعمل التوثيقي القيم، وندعي الكل لحفل توقيع الكتاب الخميس الجاي ب 11 حزيران باسواق بيروت مكتبه انطوان بالتحديد، هالمكان اللي رح يتحول لمحطات مترو افتراضيه بتاخذ الزوار برحله بصريه عبر الزمن بيتذكروا فيها ابرز وجوه الشاشه من خلال صور وملصقات ومجسمات محضره لهالمناسبه. على امل زفان انه بعد جيل نكون نحن موجودين بكتاب طبعاً. توثيقي من من هالنوع. زفان، قبل ما انتقل انا وياك على الانترفيو السريع، بدي اعرف شو قصه مرتك انه صارت بدها تدهن حالها اسود وابيض؟ انا صراحه هيدي الخبريه يعني ما بعرف يخبرك اياها، بس انا يعني انهوست بهال، صرت فتره يعني مرق علي اشهر عايش مع هالفنانين والممثلين، وكل الوقت بحضر ديفيديات ابيض واسود، وبصير انه عم بعمل مشكل لاجيب مثلا مسلسل بدي احضر، حاضر ساعات طويلة يعني اقعد بالليالي احضر مثلا شو بعرفني مسلسلات بتزهق، بس لانه لازم احضرها لاعرف شو اكتب عنها. هلا كنت عم تقول هيك؟ ايه لا لا بالبيت. مرة مرتي في حدا زهق من هالمسلسلات؟ ايه مرة زهق يعني مرتي قالت لي بتعرف شو لازم ادهن حالي ابيض واسود لتشوفني بهالبيت، انه كانت انه اف شو هيدا، طلعت فيها هيك قلت لها كتاب الجاي رح اعمله عن الراديو لما اشوفي هيك بتقلها لالوري. بس بدي اقول لها شكرا، بدي اقول لها شكرا كثير للوري، يعني لو ما هي كمان كثير طولت بال علي ودعمتني لانه اعمل هذا الكتاب ما كان رح لوري. لو ما لحق باخر جمله كان يعني مبسوط بحاله كثير كان. لوري اذا عمل عن الاذاعه علي الفوليوم على اغلى شيء. ما تسكتي له ابدا. زمان عملنا لك انترفيو من وحي هالكتاب، وهيك عندنا شويه حشتين بصير بنعرف اشياء اكثر. اوكي زفان كيومجيان وانترفيو أول مرة على التي في. زفان، أول بوسة على التلفزيون اللبناني؟ أول بوسة حصلت بال 74 نضال الأشقر وفؤاد نعيم ببرنامج اسمه نساء عاشقات. أول مسلسل طويل على التلفزيون اللبناني؟ أول مسلسل طويل من 13 حلقة كان اسمه سر الغريب بال 66 67. 13 كان طويل؟
ايه يعني وقتها كان، لانه وقتها كان دارج يعملوا حلقه واحده. اول شخصيه مثليه ظهرت على التلفزيون اللبناني يوسف فخري ببرنامج حكمت المحكمه. كانت القصه انه اثنين بحبوا بعض، رسام وصاحبه، والرسام بيقتل صديقه. إيه؟ وقتها كانت ثورة اعتبرت انه شخصية مثلية بمسلسل هالقد شعبي. يوسف فخري اللي بنعرفه باسم كوكو. نعم. كوكو بالدنيا هيك. نعم. أول وجه ظهر على شاشة التلفزيون بلبنان. نجوى قزعون، أول مذيعة بتقول مساء الخير على شاشة التلفزيون ب 28/5/59. كريستين. هاي كريستين، كريستين قبل ما تاخذوها، اتهمها نعيم لكريستين انه صوتها بشع جدا وغرش جدا. بقى هي ما عندها ميكرو، فيها تستعمل الميكرو الخاص فيك حتى تحكي عليه؟ بعطيها اياه؟ لا انت وقف هين للقصة وهي بتقرب تحكي عليه. طب ما تجي لعندي اقرب. تجي والله هون احسن. يلا احكينا شي كريستين الليله، قربي عند زفان. بونسوار. واو شو هالصوت الحلو. نعيم حسابك بعدين اوكي؟ هلا بتشوف. ميرسي كريستين، ميرسي حبك. مدري شو اخذ. اخذت سكر نبات، سكر نبات. شو مكتوب على كارتك؟ ما شوف شو مكتوب. اصنع الان لحظه تلفزيونيه مميزه لتضمها الى كتابك. بدك تعملها لحظه تلفزيونيه بس والله كافي. اصنع هلا لحظه. ايوه عم تحكي. هيدي لحظه صحيح. اول مره بتحكي. كافي اصنع. هذا شيء كثير صعب لانه هلا الكل برامج يعني بسباق لصناعه لحظات. والمشكله اليوم على التلفزيون انه في محاوله لحظات وفي فبركه لحظات. يعني هلا انتم اللحظه صراحه. انا هلا عم بصنع اهم لحظه بحياتي ناطرها صار لي 5 سنين بانه تمسكي هيدا الكتاب انت وتقدميه للجمهور. هيدي لحظه اليوم، ما بدي اصنع غير لحظه، بدي اعيش لحظتي معك. دكتور لوين رايح الليله؟ عندي اجتماع الحقيقه اخرته مشان هيك انا يعني مضطر استاذن هلا بعد شوي. اجتماع سياسي. مش شطرنج يعني؟ لا مش شطرنج، يا ريت شطرنج. بس موعودين انا وياك بجوله شطرنج. انا جاهز، انا جاهز. شطرنج هو المحل اللي انا مرتاح فيه. اها انت كيف بالشطرنج؟ شاطر وبيلعب شطرنج. طيب بدنا نعرف بس بعدين النتيجه بننقلها مباشره. طبعا بجوز رايح بننقلها على الهواء على التقل. على التقل. لا بحديث البلد. شكرا كثير عمار سوري. شكرا. ودائما في اضافه بوجودك معنا. ميرسي. شكرا. باي.